هذا يسأل عن الطواف بعد انقطاع الحيض، يقول في رسالته هذه: ذهبت إلى الحج أنا وأختي، وكان على أختي الحيض، وعندما أتى يوم النحر انقطع الحيض، وبذلك فقد اغتسلت وتطهرت بعد انقطاع الدم، وتطهرت وتوضأت ثم طافت طواف الإفاضة، وبعد طواف الإفاضة وجدت أثر نقط. فسألنا بعض أهل العلم، قالوا إن ذلك من أثر المشي والإرهاق وليس بدم حيض، وإنما هو مخلفات. فما رأي فضيلتكم في هذا الطواف؟ هل هو صحيح؟ وماذا نفعل إذا كان ذلك الطواف غير صحيح؟ وما هو الحكم؟ وفقكم الله. الطواف المذكور صحيح ما دامت قد رأت الطهرة قبل أن تطوف، وهذه النقط الأخيرة قد تكون حدثت بسبب الإرهاق والمشي أو بأسباب أخرى. فالمهم أنه ما دامت المرأة عرفت الطهر ورأت القصة البيضاء ثم طافت بعد ذلك وبعد أن اغتسلت، فإن طوافها صحيح ولا حرج عليه.